ومن أخبار كأس العالم، كتب المغرب التاريخ بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية. أخرجت ضربة ترجيح أشرف حكيم الأخيرة في مرمى حارس منتخب إسبانيا لكرة القدم أوناي سيمون عشرات الآلاف من المغاربة إلى شوارع عدد من العواصم العالمية احتفالاً بتأهل أسود الأطلس إلى ربع نهائي كأس العالم. وكتب المغرب التاريخ بتأهله إلى ربع نهائي كأس العالم بعد تخطي عقبة إسبانيا بركلات الترجيح ليصبح أول فريق عربي يظهر في دور الثمانية. وفي الوقت الذي سادت فيه الاحتفالات ساحات وشوارع المملكة المغربية، خرج المئات من المقيمين المغاربة في مختلف دول العالم إلى الشوارع من أجل التعبير عن فرحتهم. أنا عربي كان كثير مبسوط، ماتش كثير حلو، مبسوط للمغرب، مبروك للمغرب وشعب المغرب التأهل لدور الثمانية، وإن شاء الله نتمنى له التوفيق في الماتش القادم. المباراة دي فرحسنا بزاف في إسبانيا، لحقاش إحنا كنا محتاجين في حالة الغلبة هذا اللي كيجعل المغاربة يكونوا تايقين في راسهم هنا في إسبانيا، وبزاف الحاجات يعني كتستاجل له بزاف. خاصنا كتشوف كانوا كينتقدونا كيقولوا بلي حنا غنعملوا الشغب بحال اللي عملوا في بلجيكا وهادي، وهذا الشيء ما كانش. بس الحمد لله انايا فاهمه ان اسبانيا واعيه، المغاربه ديالنا ماشي هما دليلين، ونتمنوا ان شاء الله نتأهلوا فينا. والله انه نحن كثير فرحانين بهال الفرحات، شعوري ما بينصف، يعني تعذبنا عشان ناخذ تيكت البارح، بس في الاخير الفريق الوحيد العربي، ونحن الفريق العربي اللي وصل لهاد المرحلة. فرحة كثير، انا فرحت كثير والله، شهد ان الحمد لله المنتخب المغربي شرفنا وشرف الكره الافريقيه وشرف العالم كامل عامه. الحمد لله هادشي كنهديه، الحمد لله الحمد لله. بعد الفوز التاريخي للمنتخب المغربي، سيلتقي أسود الأطلس في الدور ربع النهائي مع البرتغال التي فازت على سويسرا بستة أهداف لهدف ضمن منافسات دور الستة عشر، في مباراة يأمل فيها ليس فقط الشعب المغربي بل الشعوب العربية تكرار هذا الإنجاز التاريخي.